كنشكر القناة شوف تي في بزاف الحضور ديالكم معنا في والماس، مرحبا بكم مرة أخرى إن شاء الله. للإشارة بغيت أنني نقول لكم باللي أعطى الله المواهب في مدينة والماس في أي مجال بغيتوه، مجال الرياضي، مجال فني، مجال الرسم، مجال أي حاجة بغيتوها، راه والماس تقريبا غنية بالمواهب. وكنتمنى أنكم تعطيوا فرص خرين للناس اللي ولا التلامذ أو للأصدقاء أو للناس والماس، شباب شابات، تعطيهم فرصة حتى هم أنهم يبانوا ويعطيوا كلمة. وكنفتخر بولاد بلادي ولاد والماس، كنشجعهم كيف ما كيشجعوني، وكنتمنى لهم التوفيق. وتحية من هذا المنبر كنبغي نحيي الابوين ديالي، الام والاب ديالي، اللي حتى هما لعبوا واحد الدور اساسي يعني في المسار الفني ديالي والمسار الدراسي ايضا، يعني حضنوني في الاوقات الصعبه اللي كنت كنمر منها، لانني لقيت انتقادات من الناس والعائله وبزاف الحوايج كاين اللي رافض هذه الفكره اساسا. ولكن رغم ذلك مالي الدار، يعني الاب الام ديالي ساندوني وشجعوني، وعارفين بما ان لان الاحساس الام والاب ما عمرهم كيخيبوا، عارفين بلي هادشي اللي كندير فن تراث كنكبر بالمنطقه. وكنبغي نقول يعني المسؤولين ديال المنطقه والماس انهم يعطيوا واحد القيمه اكثر المواهب الصاعده في مدينه والماس. وكنشكركم كاملين وشكرا لشوف تي في مره ثانيه. ايضا كنبغي نعاود شكر خالص للاطور التربويه، اساتذه محمد الناصر وثانويه محمد السادس تاهيليه اللي هي الليسي، الثانويه اللي كنقرا فيها انا، جميع الاصدقاء. كنبغي نحيي ابناء الخاله، اولاد الخاله ديالي، كنبغي نحييهم كاملين وشكرا لهم المسانده ديالهم والتشجيع ديالهم. وكنبغي نشكر خالتي بزاف، لانها كنظن هي ماشي كنظن وانما بصحة القول راه هي القدوة ديالي في الحياة، لأنها مرت من بزاف ديال الأزمات، بزاف ديال يعني التعثرات في الحياة، خديت من هذيك النظرة ديال المرأة الشجاعة. كنظن أي وحدة في أي وحدة في حياتها راه تكون عندها خالة، دائما كنلقاو الخالة طيبة ولا كنلقاو العمة طيبة، ضروري كتكون ديك الخالة أو العمة هي المساند ديالك الرسمي في الحياة. وكنبغي نشكرها بزاف بزاف، كنشكركم كاملين وشكرا لكم ولكاع الناس اللي تبعوني، وكنتمنى أنني نال إعجابكم. وإن شاء الله الفن أحيدوس راه غادي نبقى معاه وغادي نحاول أنني نطور ما أمكن. وشكرا. إذن بدوري أنا كنشكرك على يعني سعة صدرك وعلى هذا الوقت اللي عطيتينا، وشكرا لكم متتبعي قناة شوف تي في كيف ما تبعتوا معنا مسار ديال الفنانة جميلة موهوبة طموحة، بغات تحقق الأحلام ديالها، مآمنة بالأحلام ديالها، ويعني داكشي اللي بغات تحقق راه غادا فيه، يعني راه ما سمحت لا في قرايتها لا في الفن ديالها، تجبت بالهوية ديالها. فما علينا إلا نقول لك الله يوفقك، وإن شاء الله أنك تحققي مزيد من 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 يعني الـ 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 الأمور اللي باغا تنجحها في حياتك، سواء في مجال ديال الدراسة، أنت راكي راه باقة في البدايات. نتمنى كذلك أنك تحققي الأحلام ديالك في مجال الفن، لأنك كما كنقولوا أمازيغية حقيقية اللي متشبتة بالهوية ديالها، يعني كتعترف بأن الأحيدوس راه أحيدوس ديال المنطقة، ما غاديش تسمح فيه وأن غتبقى متشبتة بهذا الفن إلى آخر رمق. إذا شكرا لكم متتبعينا، كنتم معنا في هذه الحلقة المتميزة مع سناء جدوبي، أول مايسترو يعني مايسترو نسائي، أول مايسترو بمدينة والماس اللي كتقود فرقة أحيدوس. شكرا لكم لأنكم تبعتوا معنا هذه الحلقة الخاصة من برنامج المسكوت عنه. إلى اللقاء.